السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخواني الكرام في هذا البث المباشر، وإن شاء الله راكم جميعا بخير وفي صحة وعافية، ونسأل الله تعالى أن يبعد عنكم هذا الداء وهذا الوباء، وإن شاء الله يشفي المرضى الذين أصابهم هذا الوباء، وإن شاء الله يعافيهم ويرفع عنهم كل ألم، وإن شاء الله أجر وعافية للجميع. اليوم كما شفتم فيه بيان صدر عن رئاسة الجمهورية. البيان ماذا يقول؟ بيان: امتثالا لتوصيات الفريق الطبي، يواصل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ما تبقى من فترة النقاهة بعد مغادرته المستشفى المتخصص بألمانيا، ويطمئن السيد الرئيس الشعب الجزائري بأنه يتماثل للشفاء وسيعود إلى أرض الوطن في الأيام القادمة بحول الله. نسأل الله أن يعود في الأيام القادمة، هذه دائما كنت أرددها. أنا تعجبت قبل كل شيء ما نبدأ أن الكثير جاء إلى صفحتي في الفيسبوك وهجم ويقول أنور مالك خيب الله ظنك وكذا، وكل ما كنت تأتي وهذا يبعث لي رسائل وهذا إيميلات. يا جماعة الخير، هل أنا قلت لكم يوما أن الرئيس توفي؟ أنا أول واحد خبرتكم بأن الرئيس أصيب بوباء كورونا وليس احتياط. لما داروا البيان الأول، إذا تذكروا البيان الأول في 24/10، كي قالوا بأن الرئيس بنصائح من الأطباء نتاعو قالوا له عزل صحي طوعي أو حجر صحي طوعي، قلت لكم لا، الرئيس أصيب. وبعد ذلك قلت لكم بأنه الرئيس لما قالوا بأنه أخذوه في وضع صحي سيء، وهذا منذ البداية. وقلت لكم الرئيس راه بأجهزة التنفس، وقلت لكم أن وضعه الصحي مفتوح على كل الاحتمالات، إذا لا داعي لكل هذه الخزعبلات. أنا قلت، وأيضا بعض يكتب يقول لي أنت تقول أن المؤسسة العسكرية تفعل وتفعل، هذا ما يحدث في المؤسسة العسكرية. لماذا مباشرة رئاسة الجمهورية كذبت على الجزائر؟ آخر ظهور لرئيس الجمهورية كان يوم 15/10 لما استقبل وزير الخارجية الفرنسي، ومنذ ذلك الحين لم يظهر، وكان عنده مبرمج يوم 18/10 مجلس وزراء، وبعد ذلك قالوا بأنه تأجيل بسبب رزنامة الرئيس وكذا وكذا وكذا، ورأوا الحكومة يعني مجلس وزراء اللي يعتبر أهم اجتماع في الدولة يؤجل مثل هذا. كان الرئيس مصاب، اليوم عنده 45 يوم، على كل حال 45 يوم هو غائب عن ممارسة مهام الدولة، لا ندري من يسيرها. بكري على الأقل على بالنا بلي السعيد بوتفليقة عنده الكاش يسير فيها، درك ما على بالناش. الآن تجيك رئاسة الجمهورية وتعمل لك بيان: نسلم جدلا بصحة. لو تتبعنا أصلا فطرة النقاهة ما ذكروها، كلمة النقاهة أن الرئيس في نقاهة ذكروها مع البيان الذي صدروه حول رسالة ميركل، أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية إلى الرئيس، ذكرت فيها كلمة النقاهة. وفي ذلك الوقت قلت لكم أنهم استغلوا هذا الخبر ومرروا به رسالة بأن الرئيس في مرحلة نقاهة. في الأول قالوا وش قال؟ في الأول قالوا راهو في حجر صحي طوعي، وبعد ذلك رأي نصيح الأطباء نقله العين نعجة، وبعد ذلك ولم يعترفوا بأنه مصاب بوباء كورونا، حتى جاءت رسائل من زعماء ومن بينها اللي جاتوا من المملكة العربية السعودية قالوا له تمنوا له الشفاء، ذكروا حرفيا بوباء كورونا. في ذلك الوقت كنت نقول لكم راه مصاب بوباء كورونا، هم لم يعترفوا بهذا الأمر. قالوا وبعد ذلك قالوا في مرحلة البروتوكول الصحي، وبعد ذلك في مرحلة العلاج ما بعد البروتوكول الصحي، والآن في مرحلة النقاهة. السؤال: نحن في زمن الصورة والصوت، لماذا لم يظهر الرئيس؟ نسلم جدلا أن كل ما قالوه صحيح، أي نسلم رغم أنه ثبت في البداية أنهم يكذب، لنفرض أنه جدلا أن ما قالوه هو صحيح. نقول لكم لماذا لم يظهر الرئيس. الرئيس أين الآن؟ الرئيس الآن راهو في فطرة ليست نقاهة، هم عملوا لها فقط كلمة نقاهة. الرئيس في مرحلة إعادة التأهيل العضلي والتنفسي، في الناس اللي مرضوا بهذا المرض كلهم يعودوا لهم إعادة التأهل. عندي أصدقاء وعندي جيران وعندي ناس أعرفهم شخصيا أصيبوا بهذا، ضربوا أكثر من شهر هو في المستشفى بالأجهزة التنفس، ولما عادوا أخذوهم إلى مركز إعادة التأهيل الصحي العضلي
لأنه أكثر من شهر واحد في الكوما بأجهزة التنفس، لا يأكل ولا يشرب سوى بالسيروم، يصير الجلد على العظم وعضلاته، يصير له ضعف كبير في عضلاته، لذلك يحتاج إلى إعادة تأهيل العضلي. أيضا التنفس نتاعه مخروب، الرئيس أصلا كانت عنده أزمة في صدره، معناها صدره راهو مخروب، إذا يعاودوا له إعادة تأهيل الصحي التنفسي، وهذا يحتاج على الأقل شهر. فيهم أصدقاء نعرفهم قالوا لهم 40 يوم، وفيهم اللي يدخل شهر ويزيد يعاود يرجع للمستشفى شهر آخر، وهذا الأمر. إذا الرئيس، إذا المعلومة خرج من المستشفى، لم يخبرونا متى خرج المستشفى ولا إلى أين ذهب الرئيس. 38 كلمة، 2036 المرة داروا لنا 38 كلمة فقط، غامض. نحن في عصر الصورة، اظهروا الرئيس، لا يستطيعون إظهار. نقول لكم نسلم بأن المعلومة اللي جابوها صحيح، لا يستطيعون إظهاره لأن الجلد على العظم يا جماعة، الجلد على العظم، وربما راه مازال في مرحلة يساعدوه بأجهزة جهاز تنفس اصطناعي من وقت لوقت حتى يعود له الشفاء إلى صدره ويعود طبيعي. هذا احتمال، هذا هو الاحتمال الواقع إذا سلمنا بصحة هذه الرواية. أنت الآن اليوم رئاسة الجمهورية اضطرت أن تصدر هذا البيان لأنه وقع ضغط إعلامي. الآن عندها فترة منين تكلمت على الرئيس آخر مرة، هقول لكم، وآخر مرة صدر بيان من رئاسة الجمهورية، آخر مرة تكلموا على الرئيس هي رسالة ميركل على ما أذكر، رسالة ميركل من ذلك الحين ما تحدثوا، كانت في 20، اليوم 30، 10 أيام ما كانش خبر رسمي من رئاسة الجمهورية إلا المعلومات والتصريحات التي نسبت إلى مسؤولين في رئاسة الجمهورية للجزيرة وللميادين ولا روسيا اليوم، اللي ردت على الحملة اللي نشرها ذلك الموقع أفريكوم اللي تابع المخابرات المغربية، وقالوا الرئيس توفى. وفي ذلك الوقت قلت لكم وفاة غير واردة، الرئيس لم يتوفى، ولهذه اللحظة الرئيس لم يتوفى. أنه يتماثل للشفاء، هذه الكلمة واردة، نتمنى له الشفاء ونتمنى له، لكن أنا المشكلة الأساسية يا إخواني الكرام، أنا عندما كنت ننتقد هذه الفترة كل راني ننتقد في الممارسة. رئاسة الجمهورية أساءت للرئيس، وشخصيا لست ضد شرعية الرئيس، أنا ساندت المسار الدستوري من قبل، وما زلت أي تطورات تحدث سأساند المسار الدستوري، لأنه هو الآمن لإخراج البلاد من 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 أي انزلاقات وحمايتها من أي انزلاقات. ولكن المشكلة فين؟ وين المشكلة؟ وين أنه هذه الطريقة أساء للرئيس. خلوا مواقع في الأنترنت، حسابات وهمية في الفيسبوك تزعزع رئاس دولة، موقع إلكتروني ما عنده حتى قيمة إعلامية يزعزع دولة، يخليها تضطر أنها تضرب أدوات وقوش وتلجأ إلى قنوات كبرى من أجل بث أخبار حتى تتغلب على تلك الإشاعة التي قالوا الرئيس مات. أنت رئاسة جمهورية دولة كبيرة مثل الجزائر، الجزائر الكبيرة التي كانت تفرض نفسها على المجتمع الدولي، يوصل حال الدرجة هذه أنه صفحة نتاع واحد هاوي مخرج من ما تجاوز المرحلة الابتدائية يزعزع لك دولة، أو حتى أحيانا صفحات مجهولة، مواقع ما تدري عليها من يقف وراها، يخرج لك خبر يحرك دولة كامل، لأنه التعامل كان غلط. الموظفين الذين استعملهم السيد الرئيس عبد المجيد تبون في رئاسة الجمهورية يستحقون المتابعة القضائية والطرد، لأنهم أساءوا للدولة الجزائرية قبل أن يسيئوا للرئيس. خلوا الجزائريين يعيشوا على وقع أيامات بوتفليقة، الجرح لم يندم البعد من ممارسات البوتفليقية السابقة فيما يخص مرضه. عودتونا نفس السيناريو، الرئيس كان اليوم الأول أصيب الرئيس بالكوفيد، في الأول قال بأن الرئيس ظهرت عليه أعراض الكوفيد، الرئيس ينقل إلى العلاج، لا يمكن إظهار الرئيس لأنه في وضع صحي في وضع شكله راهو مدة شهر ما كلش، ليس عيبا، بل أن الجزائريين سيتعاطفون معه، تعود الثقة للجزائريين في مؤسسات الدولة. ولكن أنت تجيلي بهذا العبث وهذا لعب الذراري، صفحة في الفيسبوك تاع الرئاسة تعطيها الناس، في نفس الوقت عندهم صفحات ذبابية يسبوا في فلان وعلان، وأنا شخصيا هذو اللي قايمين في رئاسة، البعض هم اللي قايمين في رئاسة الجمهورية يسبوا فيا في صفحاتي بأسماء مستعارة وأنا عارفهم منهم. نحن وصلنا إلى هذه الدرجة،
وصلنا إلى درجة دولة مثل الجزائر اللي عندها جيش من أقوى جيوش المنطقة بيوصل بها الحال إلى أنها تعتمد على ذباب إلكتروني كي يدفع شبهة الوفاة على رئيس الجمهورية أو شبهة مرض رئيس الجمهورية. ما هذا التخبط الآن؟ علاش البيان ما يجيش رئيس الجمهورية؟ يعني علاش ما كيغادر المستشفى ما قلتوش متى؟ إذا ذكرت لفظ النقاهة لإتمام النقاهة، معناها غادر المستشفى في الفترة اللي قالت فيها ميركل، رغم ما قيل في هذا الموضوع، بغض النظر عن هذا، ما قلتم أن ميركل قالته في رسالتها منذ 2010، 2011، منذ 20 نوفمبر، يعني منذ 10 أيام، معناها غادر. لماذا لما غادر الرئيس لم تقولوا أنه غادر الرئيس؟ حتى في عهد بوتفليقة لما غادر فالدوغراس وراح لزنفاليد خرج بيان قالوا راهو الرئيس بوتفليقة راح لزنفاليد. علاش ما قلتوش اصدر بيان انتظروا رئيس دولة يا جماعة؟ يجي مستشار من رئاسة الجمهورية يقول راني اتصلت بوليد وراه طمني. لماذا ما سمعناش حتى خبر لا رئيس الوزراء سافر إلى ألمانيا من أجل زيارة الرئيس؟ ما كانش. علاش هذا مش رئيس دولة؟ مع غير طاقم طبي، إيه معليش راهو تقدروا ما تروحوش وما تقدروش تشوفوه لأسباب ما، أو ربما لا، كان قضية دول شيء آخر. لم نسمع بوتفليقة كان يمرض هنا ساعة ساعة يقولوا بيان بلي راهو ويحيى سافر، شافر ولا سلام راهم زاروا الرئيس. الرئيس عنده لنسلم جدلا بأنكم أنقلتوه كما تقول منذ أكثر شهر في 28 28 10 نقلته الى المانيا، منذ ذلك الحين ما كانش ولا مسؤول جزائري قال راني زرت الرئيس. راهو فيه الرئيس راهو يتماثل للشفاء، قام رئيس الوزراء مثلا والوزير الاول بزياره الى المانيا للاطمئنان على حاله الرئيس. حسستونا بانه رئيس هذا مواطن عادي مش رئيس دوله، مرض داه ولده ومعه الاطباء نتاعه وراح لهيه. تتعاملوا مع مرض الرئيس وهذه بهذه الطريقة العبثية؟ أهنتم الرئيس، أهنتم الرئاسة، أهنتم الجزائر وأهنتم الجزائريين مرة أخرى. ما تقولوا لي لا والرئيس سيعود بخير وسيفعل ويفعل، لا خليني من هذا الكلام، الله يجيبه على خير ويرو إن شاء الله يكون أقوى من الأول وإن شاء الله يديرسي. وإن شاء الله بعض الناس يقول أظهر كلام كله كذب، يا ربي كل الكلام اللي قلته يظهر كذب. هاي يا سيدي خلي كلامي كله يظهر كذب، خلي كلامي فقط واش تقول رئيس الجمهورية صحيح. ولكن القضية مش هنا، الإعلام راهو فقط مشي في النصوص اللي تكتبها، أيضا التداعيات اللي تحدثها. الشرخ الذي أحدثه مرض الرئيس في نفوس الجزائريين لا يعالج بصفحات فيسبوكية تسب على فلان وعلان وحملات وبروباغندا نتاع وسائل الإعلام. والله لن تعيد ثقة الجزائريين في مؤسسات الدولة إلا بمواقف تاريخية مثل ما فعل الجيش الوطني الشعبي في 22 فيفري 2019. ذلك الموقف التاريخي أعاد الكثير في نفوس الجزائريين. أنتم تحاولوا تبنوا جمهورية جديدة وعلى الطريقة الجديدة وتعيدوا ثقة الجزائريين، وبعد ذلك يتعاملوا بهذا المنطق الغثائي والغبائي بمعنى الكلمة مع مرض الرئيس. الرئيس قلتم راه خرج من المستشفى، إلى أين ذهب؟ راح في إقامة، كريتولو في فندق. طبيعي أي واحد يصاب بكورونا ينقل والكورونا تضرب له صدر ويضرب مدة في الكوما، يذهب إلى مركز لإعادة التأهيل العضلي والتنفسي. والرئيس الآن راهو في هذه المرحلة. بعد قلت سيعود بعد أيام، لا هي قليلة ولا هي ممكن غدوة يبدأ أول الشهر، ممكن إلى 29 نوفمبر ديسمبر تقولوا ما قلنا أيام، وبعد ذلك تعملوا بيانات أخرى. أنا أقولها لكم هذا وأنا أتمنى أن نشوف غدوة راجع للجزائر. شوفوا غدوة راجع للجزائر. بعض الناس يكتبوا لي يقولوا لي أنت انقلبت ولم تعد فيك ثقة والكلام هذا الفاضي. أنا سلبت مسار معين، هذا المسار اللي تعهد فيه القيد صالح المؤسسة العسكرية، هذا المسار يتمثل في الاستجابة إلى مطالب الحراك الشعبي. ماذا تحقق للحراك الشعبي؟ حراك الشعبي العهدة الخامسة، تمت العهدة الخامسة. العهدة الخامسة هي لا تعني فقط بوتفليقة نحيها ما تجيبش، أي تعني أيضا ممارسات
الوضع الاجتماعي لو متدهور. الرئيس ارتكب أخطاء كارثية، وأول خطأ ارتكبه هو الدستور. كان أولوية الدولة الجزائرية هي مواجهة وباء كورونا. المؤسسة العسكرية الآن ملتزمة الصمت، تقوم باجتماعات سرية غير معلنة، الناس تحدث منها تسريبات، صارت مفتوحة على كل من هب ودب. اللي يعلم باجتماع تلقاه ضابط نطبة عقيد ولا عميد يسمع باللي راهو كاين اجتماع، يبعث للخارج الفلان وفلتان يقول له هو صرا هو صرا هو صرا، ويخلطوا في الأوراق وكذا وكذا وكذا. ما هكذا، احنا رانا في مرحلة صعبة. إذا الدولة اللي ما تقدرش تتعامل مع مرض رئيسها، كيف راح تتعامل مع التحديات؟ حرب في الصحراء الغربية والجنوب، راهي منطقة الساحل والصحراء بدأ يعود تنظيم القاعدة بقوة. ليبيا أكثر من 950 كيلو متر حدود، راهي الجزائر خرجت منها. بعد كي نقول بلي الجزائر باعت قضية ليبيا يغضب، لا لا، الجزائر ما باعتش قضية ليبيا. هيا منذ قبل منذ استلام المساعد الأول بنويرة، أعطوني ماذا فعلت الجزائر في ليبيا. حدثوا اجتماعات في المغرب، حدث اجتماع في تونس، ماذا حدث؟ بل أنه كانت تصريحات الرئيس أنه تهجم وشبه رفع الشرعية على حكومة السراج. وأنا طبعا أقول هذا الكلام ولست لا مع حفتر ولا مع السراج، من حتى الطرف أنا نتمنى لهم الحوار فيما بينهم حتى يخرجوا من الأزمة. آخر تصريح قال بأنه ارفع شوف. وبعد لما استلموا بونويرا، قال وزير الخارجية، قال بأنه الرئيس لم يصرح بتصريح ولم يرفض شرعية السراج وما إلى ذلك مباشرة بعد استلام بونويرا. أوكي، خلينا ثورات في الصحراء الغربية، حرب على الصحراء الغرب في الصحراء الغربية على حدود الجزائر، راهي كارثية بمعنى الكلمة، راهي كارثية بمعنى الكلمة، راهي تعود على الأمن القومي. المغرب وحلفاؤه يحملون الجزائر المسؤولية. ما تجي تقول لي الآن التطورات لن تقف عند الاعتراف بمغربية الصحراء بين قوسين، بل سيتطور. وأنا عندي معلومات بأن هناك عمل منظم من أجل إدراج منظمة أو البوليزاريو، إدراج البوليزاريو في قائمة الإرهاب. هناك عمل يجري من الدول التي تحالف المغرب، وهذا الذي يعمل من أجله المغرب. المغرب لم يدرج البوليزاريو في منظمة الإرهاب لأنه يتحاور معها في الأمم المتحدة، راح يخليها يخلق لها الجو. ورغم أنه عمل إعلاميا وقال زعم من قبل أن البوليزاريو عندها علاقات بالقاعدة وتهريب الأسلحة وروج لهذه الأشياء، ولكن الآن عنده حلفاء آخرين. ماذا لو غدوة هذه الدول، دول الخليج التي لا تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية، تدرج البوليزاريو في قوائم الإرهاب الدولي وتعمل مع دول وقيرة كبرى على إدراجها في الإرهاب؟ بذلك تعقدت الأمور، تعقدت الأمور. لذلك أن العمل أكبر مما يمكن أن تتخيله، لا تتخيله هين الأمر هذا هين. لذلك إخواني الكرام، عندما نقول بأن المرحلة صعبة وما يجب أن خلوا الجزائر الدول تضحك على الجزائر، والله العظيم أتواصل مع ناس كثيرين والله يضحكوا. قل ما الذي تغير لكم أيها الجزائريون بعد 22 فيفري؟ هاو مرض الرئيس نفس الحكاية تاع بوتفليقة، راهو قال وراهو بعث وراهو يطمئن وراهو، ما تقولوش راهو يطمئن الجزائريين، الطاقم الطبي هو الذي يطمئن الجزائريين على تماثل الرئيس للشفاء، حتى لو كل الرئيس اللي قال لهم قولوا له. لأنه بهذه الطريقة ترجعوا سيناريو بوتفليقة. يعني أنا كنت جيت يكون هذا البيان، أنت خليني من امتثال لتوصيات الفريق الطبي، يواصل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ما تبقى من فترة النقاهة بعد مغادرته المستشفى المتخصص بألمانيا بتاريخ كذا، وذهابه إلى كذا، إلى المكان، تقول إلى مركز إعادة تأهيل، إلى أي شيء، إقامة خاصة في ألمانيا، تقولها فقط. ويطمئن الطاقم الفريق الطبي الجزائريين بأن الرئيس يتماثل للشفاء وسيعود إلى أرض الوطن في الأيام القادمة بحول. مثلا هذا مثال، ولكن تكتب امتثالا لتوصيات الفريق الطبي رئيس الجمهورية.
هذا هو الأسير عند الأطباء هذا. حتى قبل قلت امتثالا كما يقول لتوصيات الفريق الطبي، قالوا له ادخل في حجر صحي طوعي، وانتم تكذبوا على الجزائريين، وهو كان راقد في الفراش. وبعد ذلك امتثالا للفريق الطبي راح العين الناعجة. وبعد ذلك فجأة في ألمانيا. يعني هذه رئاسة الجمهورية، ما عندكم غير الجملة هذه امتثالا للنصائح وتوجيهات الفريق الطبي، ما عندكم غير الجملة هذه. هذا شخص أقسم بالله العلي العظيم كان يستحق العقاب، إذا كان مستشار في رئاسة الجمهورية يستحق الطرد. هذا مش 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 بيان. الجزائريون ينتظروا يشوفوا الرئيس، أين هو الرئيس؟ عندهم أيامات هم يسألوا أين الرئيس؟ هو يقع عليهم ضغط إعلامي، هم يخرجوا بيان كما هيك. أنا نتمنى راكم صحاح، أنا والله لست ضد أن يكون هذا، لكن أنتم فقدتم المصداقية. أنا شخصيا لا أثق في رئاسة الجمهورية، لا أثق. راح تعود لي الثقة فيها إذا رجع رئيس الجمهورية واتخذ أوامر بطرد هذا المستشارين كله، هذا من اللي حولوا رئاسة الجمهورية لكوري. والله جينا معلومات على ما يحدث في غياب الرئيس في رئاسة الجمهورية، حولوها إلى وكار فسق وعشق وغيره 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 وعبث ورشوة، والله يندى لها الجميع. لن أخوض في هذا الموضوع لأنه سيء جدا، وأعف لسان أن ألطخ لسان ألطخه بهذه الحكاية. من المفروض أن الأمور ما تصير هكذا. نحن نجي ننتقد، هو يجيك واحد يقول لك لا سيعود غصبا عنك وكذا وكذا، كأنه ملك الجزائر، ملك أنت. الجزائر ليست ملك أنت أيها الذبابة اللي رضيت نفسك مجرد ذبابة إلكترونية. الرئيس لما أول خطاب ألقاه لما أدى القسم قال قوموني إذا أخطأ، ما قالش قووني ولا ألعبوا اكذبوا عليا ولا أي شيء آخر ولا شيتولي ولا طبلولي، قال قوموني إذا أخطأ، ونحن قلنا له أخطأ. وبعد ذلك هو راح مريض، ربي يشفيه، لن نحمله المسؤولية، أنا نحمل المسؤولية واحدة في اختياره للأشخاص الذين ليست لهم أهلية، وثبت ذلك وقلنا له، قلنا في البداية الناس اللي اختارهم الرئيس كمستشار إعلاميين ليسوا في المستوى المطلوب، وثبت ذلك بمرض الرئيس. الرئيس لن أحمله المسؤولية من نهار اللي غادر. ولكن هؤلاء شوفوا ايش داروا، خلوا سمعة الرئيس في الحضيض، خلوا سمعة الدولة في الحضيض. هل هذا هو العهد الجديد؟ العهد الجديد ما بعد الحراك الشعبي، الشفافية، الصراحة، النقد البناء. عندما ننتقد مشنا أعداء للجزائر. واحد يجي يقول لك أنت راك راه يتحرك فيك الإمارات، أنا خدام عند الإمارات ولا خدام عند أي جهة أخرى. أنا عمري ما حطيت رأسي إلى أي كان، والإمارات هذه اللي تحدثوا عليها ولم أدخلها في حياتي. وإذا كان شفتوني هل تشوفوا فيها في الإعلام الإماراتي يوما؟ ما كانش، ما نطلعش حتى في الإعلام الإماراتي. هي دولة هي حرة في مواقفها، أنا يهمني بلادي. باش نجي، جات هي فتحت قنصلية في العيون لا تعترف أصلا بالصحراء الغربية، نجي نبقى أنا نقضي وقتي كل لأن الجزائريين طايحين في أجندة معينة تصفي في حسابات مع الإمارات تتعلق بقضايا الخليج وقطر وأخرى، قضايا الإخوان وغيره ما عندهاش علاقة. هي دولة لا تعترف بالصحراء الغربية، أنا أعترف بالصحراء الغربية. هي فتحت قنصلية، يجي واحد بعض المحل يقول لك هذه الشرعية الدولية، ما زالت ما كانت شرعية دولية على فكرة. قضية الصحراء الغربية مدرجة في كقضية تصفية استعمار، وما زال لها مبعوثين من أجل الاستفتاء. الشرعية الوحيدة هي طلب الاستفتاء، أما قضية فتح قنصليات والأشياء هذه لم ترد، هي الاستفتاء على تقرير المصير. هذا هو الذي تم الاتفاق عليه في 91. المغرب تلاعب وكذب وراوغ وكذا وكذا لأنه على باله كان يدير استفتاء راح يجي تقرير المصير. ليس موضوعي اليوم هو الصحراء الغربية اللي أيضا شعبها يعاني الأمرين، موضوعي هو هذا المسلسل البائس فيما يخص رئيس الجمهورية. تخلي كل من هب ودب، اللي يجي واحد يكتب عندي معلومات على مرض الرئيس، واحد عندي أراه نهار الفلاني سيدخل الرئيس سيعود، واحد يقول لك راهي الطيارة نزلت، واحد راهي الطيارة طارت. دولة علاش ما سمعناش هذا؟ ميركل كي أصيبت بكوفيد وراحت ما سمعناش إشاعات، مجرد دخلت في عزل صحي تاريخ هذاك أصدر بيان
نهار اللي خرجت وكانت تظهر في صورها، ونهار اللي خرجت خرجت مباشرة ظهرت علانية. رئيس الوزراء البريطاني نفس الشيء، رئيس الأمريكي نفس الشيء، وغيره وغيره وغيره. ليست هناك مشكلة، نحن الرئيس بمجرد ما يولي الرئيس يصير مرض عيب، إظهاره وهو مريض عيب. يا إخوان، ولو نعد إلى الخلفاء الراشدين كانوا يمشوا بين الناس ويرقدوا تحت الشجر. عمر بن الخطاب يلقوه رضي الله عنه يلقوه راقد تحت شجرة، ويروحوا الناس يعاونوا بيديهم مرضوا وهم على فراش الموت، وكان كاين في ذلك الوقت التصوير راه أظهروهم للناس. ما فيش خجل من المرض، هذه الخجل من المرض عند الناس اللي ليست لديهم عقول. دعونا من هذا الخزعبلات وهذه الاتهامات، والناس كل اللي يجي ينتقد هذه الأوضاع وهذه الطريقة تسير، بدل أن تقولوا له أنت تعرفني أنا كأنور مالك ساندت هذا المسار، ساندت القايد صالح في الإجراءات التي اتخذها. عندما نجي اليوم ننتقد، بدل أنك تقول كيف واحد كان في المسار ولا ينتقد في هذه الأوضاع، لا، اشترتك المغرب رغم أني من أكثر الناس اللي يعاديهم المغرب، وراي شريت الامارات وشريت، توزعوا في هذه الاتهامات على الناس بالباطل. واحد يجي يكتب لي انت راك عامل للمخزن، يجيبوا فيديو تسجيلات مفبركه اصلا تم فبركتها بتقليد الاصوات من طرف المغرب لما غادرت الداخله، ونشر تحقيق في 5 حلقات على جريده الشروق تحت عنوان 3 ايام في الداخله مع شعب لا يؤمن الا بتقرير المصير، واشار بها في ذلك الاشاد بها الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز الله يرحمه، أشاد بها الرئيس الصحراوي، عملوا له تقرير حتى في التلفزيون الصحراوي. بعد ذلك أصدرت كتاب المخابرات المغربية وحروبها السرية على الجزائر، هاو الكتاب حكيت فيه تفاصيل كلها كيف المخابرات المغربية تحاول تجند المعارضين ضد أوطانهم. ويجي واحد يقول لي أنور مالك بمجرد ما نقول هذه الممارسات غالطة، المعلومات اللي تعطوا فيها على الرئيس غالطة، هما قالوا الرئيس، ها يا سيدي سيدي راني غالط وراني نكذب على الجزائريين وكذا كذا، ألم يقولوا في البداية يوم 24 أن الرئيس دخل في حجر صحي لمدة 5 أيام، حجر صحي طوعي، وأنه يمارس في مهام، وبعد ذلك قال تم نقل العين النعجبي ويمارس في مهام، بعد ذلك يقولوا نقل الألماني، ها قاعدين يكذبوا عليه. شكون اللي يكذب؟ وفي رايك واحد اذا كذب عليك مره تصدقوا؟ بدل انه من المفروض نحن بدينا عهد جديد في الجزائر، العهد الجديد في هذا عندما نشوف الغلط نقول هاو غلط، وعندما يكون الصح نقول هاو صح. عندما كانت الجيش الوطني الشعبي قام بدور تاريخي في المرحله السابقه اشدت به، جاء المسار قلت نعم اؤيد المسار الدستوري حتى لا تنزلق الامور في البلاد. كنت رغم أن الانتخابات تاع 12-12 نسبة المشاركة قليلة، ولكن قلت الرئيس شرعي ما راحوش الانتخابات، الله يسهل عليك، خلينا رئيس شرعي، الجزائر تحتاج إلى رئيس. دخلنا موجة كورونا قلنا الحمد لله والأزمات أنه عندنا رئيس، لكن عندما انحرفت الأمور وصبحت كأنه التعهدات اللي تعهد بها القايد صالح دفنت معاه، والمؤسسة العسكرية صارت تخدم في خدمة أخرى. كي نشوفوا الغلط هذا نقولوا راهم غلط، لا، أنت خنت وأنت خائن وأنت عميل. والمشكلة أنا لا أهتم بالذباب الإلكتروني بين قوسين كما يقول، لكن أنا على بالي من يقف وراءهم ومن يروج لهم. أحيانا والله منشور مثلا أضع منشور راهو في صالحهم لأنه مبرمج ومؤدلج، فقط أي منشور، أحيانا منشور ندير في 10 سطور مباشرة نحطه، هو يجي 5 تعليقات 6 تعليقات يسبوا فيه، وقتها حتى كنت تقراه تحتاج دقيقة، وانت في 3 ثواني الاولى درت لي 5 تعليقات تسب فيه. يعني هذا الغباء وهذا الغثاء، وكانه بهذه الطريقه راح يوقفونا على النقد. نقولها لكم انا بكل وضوح للجهات اللي تحرك في هذه، انا لن اتوقف. كي تديروا شيء صحيح نقول صحيح، تديروا شيء غلط نقول غلط. تجيني معلومه الجيش اذا اراد ان لا نتحدث عنه ما يدخلش في السياسه. الشيء اللي يقوم به هذه كلها سياسة. المرة الماضية في عهد القايد صالح قلنا القايد صالح عنده قبعة تاع نائب وزير الدفاع، هي قبعة سياسية وقبعة عملية، أوكي، راهو يهدر في السياسة، وكانت المرحلة تقتضي
الجزائريين ليس لهم خيار لإنقاذ البلاد من العصابة إلا الجيش. ولكن جاء رئيس منتخب، هناك من المفروض كاين مؤسسة الرئاسة، كاين حكومة، هذه الأمور هي اللي تقوم بها. الجيش يجينا شنقريحة مثلا يتحدث في السياسة، شنقريحة راهو رئيس الأركان، منصب عملياتي، ما عندوش الحق حتى يجتمع برؤساء الإدارات اللي تابعة وزارة الدفاع، هذوك اللي تابعين وزير الدفاع، هو منصب عمليات يجينا ويدير في خطاباته ويشوف في روحه هو نائب وزير الدفاع ولا وزير الدفاع. هاو غلط، ما دام انت يا رئيس الاركان تجي تتكلم في السياسه، نشوفك نحن كمحللين سياسيين ننتقدوك، اذا قلت الصحيح فعلت الصحيح نقول شكرا، واذا فعلت الغلط نقول غلط، لكن اذا بقيت في اطارك العملياتي ليس لي الحق اني نتكلم عنك، لانه هذا كشان داخلي يخص المؤسسه العسكريه، ليس لنا الحق كمدنيين ان نخوض فيه. الوحيد الذي لديه الحق في اتخاذ قرارات داخل المؤسسه العسكريه هو رئيس الجمهوريه، وهو المدني الوحيد الذي لديه وصايه وبصفته قائد الاعلى للقوات المسلحه ووزير الدفاع. اما نحن ما نتكلمش عليه. انا ما نروحش عمري لا جيت وانتقدت مثلا الترقيات ولا انتقدت واش يحدث، رغم انه ملفات اللي توصلني من كازرنات، وراني يرني ابن المؤسسه العسكري ونعرفه، وعندي اصدقائي دفعتي كلهم راهم عقداء، اللي ما راحش للتقاعد راه عقيد، واعرفهم اللي قبلي واعرفهم اللي كانوا معايا راهم جنرالات. انا اعرف واش يحدث في الداخل المؤسسه العسكريه، والناس تتصل بيا عسكريين ويحبوا نعمل لهم علاقات، ونشوف احيانا عسكري يعرف باللي راه واحد كان دفعتي وراه هو حاكم منصب معين يتصل بيا يقول لي راني نعاني وكذا، نجي انا نحكي هذه الامور على لا، هذه امور عسكريه تخص العسكريين لا دخل لنا فيها، لكن العسكري كي يجي يحكي في السياسه انا نحكي عليك، كي تكون غلط نقول لك راك تخرف. وهذا لا يعني اني ننتقد في المؤسسه، المؤسسه لها قدسيتها، انت اللي جيت الملعب السياسه اذا اتحمل النقد اللاذع، لكن اذا بقيت في ملعبك العسكري ليس لي دخل اني نتحدث عليه. هذه هي، هذا هو الامر كيفاش راح يكون. اخواني الكرام، حتى لا اطيل عليكم، التعليقات كثيره والناس هضروا ما لا يحصى ولا يعد من التعليقات. انا نقول لكم شيء واحد، انا من الاخر انا نتمنى الرئيس يعود، وانا نقول لكم اذا صح الروايه اللي تحكي فيها رئاسه الجمهوريه أن الرئيس راهو بخير وسيعود بخير وكذا وكذا، وعدم إظهاره راني نقولها لكم، السبب هو الوضع اللي هو عليه، الوضع الجسدي اللي هو عليه لأنه ضعيف بزاف، مش هم حابين يظهروه في هذه الصورة. شفتوا صور بوتفليقة كي كانوا يظهروا لنا فيها قبل، كانت صورته بائسة وكانت تخلي القنوات الفضائية تضحك على الجزائر، ولكن كاين ناس ضربتهم كورونا ما وصلوش لهذه الدرجة، ولكن اللي وصلوا لهذه الدرجة ما ظهروش، ما ظهرتوه نتمنى، لكن على الأقل حاولوا ترجعوا المصداقية. إذا كان الرئيس عادل شوية وعيه بإمكانه يظهر أظهروه ولو لبضعة ثواني، معليش يكون ضعيف، الناس عارفة بأنه كان مريض، أما بقاء بهذه الطريقة هو يوقع عليكم الضغط الإعلامي اللي هي بدأ الحديث حول مرور 45 يوم على غيابه، وهما ما لقاو خلي نخرجوا بيان كما هذا وسيعود في الأيام القادمة، الايام القادمه راهي قادر بعد 29 يوم، قادر 35 يوم، وقتها نبدو بعد في الاشهر القادمه بعد ما يمر شهرين. ما هكذا انتم بهذه الطريقه تزيدوا تعقيد الامور، انا نعرف بانه الانسان كيكون مريض بهذا الوضع أو ساعات يتعافى، ساعات يعاود ينهار، مثل ما كان المرة الماضية، ذكرنا بأنه المعلومات اللي وصلت لنا قالوا بأنه استعاد وعيه وأكل أصلاً وأكلها لأول مرة يأكل بعد مرور شهر تقريباً بأكله، وقلنا والحمد لله وكذا وكذا، وبعد زاد عاودت له مشكلة التنفس، اليوم راكم تقولوا تماثل للشفاء، غدوة قادر يدهور صحته، لا نتمنى له ذلك، وقادر أيضاً يتعافى نهائياً، قادر ترجعوا الجزائر ويعاود له، لأن الضربة اللي حدثت له في صدره مستحيل نقولها لكم، أنا هذا الكلام قالوه لي أطباء مختصين في هذا المجال، أنه مستحيل يعود إلى وضعه الطبيعي مهما كان الأمر، يحتاج إلى وقت طويل لأنه عمره 75 سنة مش شاب، لو كان عمره أقل ممكن، هذا عمره 75 سنة والضربة جاته في صدره، هو عنده مشاكل صدرية، إذن ما هيش سهل.
اذا كان انه انا نشوف فيها انه الرئاسه تتخبط حايرين، انا نقول لكم والله يا جماعه أن المعلومات اللي كنت نجيب فيها كلها راهي معلومات من مصادر، مصادر واسمعها وموثوقه هذه المصادر، وكون كاين عندي كلام كثير ما نحب نقوله لانه يرتبط بالامن القومي الجزائري، توصلنا تفاصيل والله والله تعرف تزلزل، ولكن لا نقولها لانها تتعلق بالامن القومي الجزائري، ليس كل ما يقال وما نعلم به يجب ان يقال. هذه الاشكاليه وين راهي؟ عندما نتحدث نقول راهي جاتنا معلومات، رانا في نفس الوقت ننبه في المسؤولين انتبهوا، إذا كانت أنتم تجتمعوا من هنا معلوماتكم تصل إلى باريس وإلى لندن، ونحن كمواطنين كيف ما توصل إلى الأجهزة، ربما راهي توصل حتى تسجيلات إلى الأجهزة، إلى أجهزة أجنبية. لا، ما هي هكذا. الجزائر دولة لها ثقلها، دولة كبيرة تحتاج سياسة كبيرة، والسياسة هذه تأتي بالأدمغة، مش خلاص أنا راني وليت قائد الأركان، رئيس الأركان معناها ما يفكر حتى واحد، لا، أو وليت رئيس جمهورية معناها لا، رئيس الجمهورية قوته في مستشارين إعلاميين وسياسيين والأمنيين والدبلوماسيين وكذا وكذا وكذا، وكل جانب عنده على الأقل خمسة، وكل يسحق موضوع، كل واحد يعد له ورقة ويجي يشرح له الورقة نتاعو كي يروح يتحدث على بينة. هذه هي الأمور، كيفاش الدولة هكذا تمشي، قاع رئيس أركان عنده جنرالات في مختلف القوات هم المستشارين تاعو، هم اللي يشيروا عليه في الأمور، هي هكذا تمشي الأمور يا جماعة. أما الحكاية العنطريات هذه نحن في مرحلة ما نحتاج إلى حروب، لا نحتاج إلى حروب لا مع المغرب، الصحراء الغربية هم أحرار، هم يتخذوا القرار الذي يرونه، نحن نؤمن بأن الصحراء الغربية قضية عادلة محلها هو في استفتاء تقرير المصير، آوت الجزائر البوليزاريو ودعمتهم، ولكن ما يجب أني نكون أنا في واجهة الصراع. أنا لما نشوف الأخبار تاع التلفزيون الجزائري وما يحدث كأن الجزائر اللي في حرب مع المغرب، مش الصحراء الغربية. الصحراء الغربية هي أرى هي مثلها مثل فلسطين مثل القضايا الأخرى، ندعمها كتقرير المصير، ندعم شعبها، شعبها على الأراضي، عندي معها حدود، عندي حدود مع المغرب، ولكن حدودي مع المغرب أكبر، عندي حدود مع ليبيا أكبر، عندي منطقة الساحل والصحراء أكبر، إذن ما يكون رهاني كلها على هذه، ومن مصلحتي أن تكون أنا علاقتي مع المغرب مستقرة. أما هذم اللي شوف والله الناس اللي في المغرب حرضوا على حرب مع الجزائر، واللي في الجزائر حرضوا على مغرب على حرب في المغرب، والله لا تهمهم أمن قومي ولا تهمهم الجزائر، ما يهمهم شيء، ولا يهمهم الأمن القومي المغربي، ولا تهمهم قضية كما يدعوا الوحدة الترابية، والله ما يهمهم، والله العظيم. إذا كان نقولوا أنا نقول الجزائريين والمغاربة أشقاء، وفي نفس الوقت أيضا مع الصحراويين أشقاء، يجب أن يكون هكذا، ما يكونش أن نكون أنا وأنت أشقاء على حساب نرفس شقيق آخر، لا، ولكن هذا هو العدل وهذا هو الإنصاف. أما راح تجي نشوف فيهم مواقع الإلكترونية مغربية وش يكتبوا على الجزائريين، والجزائريين وش يكتبوا على المغاربة، حتى خيل بلي أنه رانا من خلقنا ونحن في حروب. هذه أنظمة، بقدر ما كانت المخابرات المغربية تخطط ضد الأمن القومي الجزائري، حتى المخابرات الجزائرية في مراحل معينة خطط ضد الأمن القومي المغربي، تبادلت أجهزة وأنظمة. مهما اختلفت الأنظمة لا يجب إغراق الشعوب في هذه الخلافات في زمن هذا التواصل الاجتماعي، لأنه سيرتد سلبا. لا تستغلوا الناس اللي يعدوا في الوقت في ديارهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي في أشياء ينشروا الكراهية. المجتمعات يعني ما زالت ما عندهاش ثقافة التعامل، ثقافة إعلامية. دائما نقول وأحفز على ضرورة أن يكون في مدرسنا مادة يسموها التربية الإعلامية. رانا في عصر ولدك تعطيه بورتابل هو عبارة عن قناة فضائية عندك في الدار، إذا لم تكن هناك تربية إعلامية كيف تتعامل مع الخبر، كيف تتعامل مع المعلومة، كيف تتعامل مع النشر، ما يجب أن تنشره، والشيء اللي ما يجب أن تنشره، كيف تتأكد على المعلومات توصلك، كيف تتعامل مع الحملات اللي تستهدفك، كيف تتعامل كثير من الأبجديات التربية الإعلامية يجب أن تتوفر تبداها للطفل هو في المرحلة الابتدائية، حتى تخلق منه إنسان راشد يفهم ما معنى
موقف التواصل الاجتماعي، مش موقف التشابك الاجتماعي. مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي تحولت إلى مواقع التشابك الاجتماعي. اللي عنده حسابات مع واحد يمس له عرضه ويمس له أرضه ويمس له كل شيء. وبذلك في دول الغرب أنا ندخل أحيانا إلى مواقع الفرنسية نشوف كيف الفرنسيين يتناقشوا فيما بينهم وكيف يختلفوا، نقول كم أتمنى نحن العرب ونحن كمسلمين أن نختلف بهذه الطريقة، رغم أنه عندنا قيم أفضل بكثير من القيم بتاعهم. ديننا اللي الرسول عليه الصلاة والسلام جاء ليتمم مكارم الأخلاق، كان خلقه القرآن. سبحان الله، كان كأنه هذا. وربي قال وإنك لعلى خلق عظيم. أعظم شيء تميزت به هذه الأمة هي أخلاقها. لعندما نشوف شبكة التواصل الاجتماعي الانهيار الأخلاقي. ما هكذا يا جماعة الخير، ما هكذا تبنى الدول. والله بهذه الطريقة الدول تمشي إلى الهاوية من حيث تظنون أنكم ستنقذونها. على كل حال إخواني الكرام، نقول لكم بالمختصر المفيد رسالتي، أوجه كثير من الرسائل. أولا إلى الجزائريين، ما يجب أن تتعاملوا مع شبكات التواصل الاجتماعي بهذه الطريقة الغوغائية. شبكات التواصل الاجتماعي مفتوحة على أجهزة، ومفتوحة على جيوش وأعداء وخصوم، مفتوحة على كل الطيارات. يجب أن لا تقبل أي معلومة إلا إذا محصتها من كل الجوانب. ما تحول رأسك إلى عبارة عن نفاية، أو كما يقولوا مكان خاص بالنفايات ترمى فيها كل النفايات المعلوماتية. أبدا، هذا رأسك وتخدم. مش ما يجب أنه مثلا أنك تعادي واحد مباشرة تكتب اسمه واش تلقاه يسب وتروح تنقله. هذه أخلاق نشوف فيهم ناس مباشرة يجي يكتب أنور مالك، يطلع له موقع ولا واحد سبني يهزه مباشرة، نشوفه فضيح. تسريب، أوه تسريب المخابرات المغربية، تسريب مخابرات الإسرائيلية، أنور مالك عنده مخابرات إسرائيلية. يا كيف تكون عندك عقلية؟ كيف يعول عليك تبني وطن؟ كيف يعول عليك تبني أمة؟ ليس كل ما تجده يكتبه لك راهو صحيح. منذ فترة واحد اتصل بي قال لي راني قريت خبر، وعطاني واحد الخبر لا ينزل على السماء على الارض. قلت له وين قريته؟ قال يا وجابوه في الفيسبوك. قلت له يا اخي الفيسبوك هذا فضاء، وفضاء هذا وش هي المصدر؟ قال يا جابوه في الفيسبوك. اي صفحه، اي حساب، مش اي حساب تقراه يجي. احيانا يجي واحد يكتب اليوم راني زكيت انور مالك، غدوه راني ضد انور، خلاص اسحب التزكيه، راني مانيش سامع بيك لا انت ولا غيرك. شوفوا نفهمكم حاجه، انتم كثير ما يعرفونيش. أنا ما عملوا نظام الأسد من حملات علي، وما عملوا حزب الله، وما عملوا إيران، وما عملوا علي، ولا أبالي بهم. ناشروا لي حتى صوري وأنا أستحب على فكرة، وما لم أبالي بهم. نجي أبالي بتافهين ينشروا في التفاهات وكذا وكذا، ولكن أنا أقول أن كثير من الجزائريين يتبعوا في هذه التفاهات للأسف الشديد. هذه الإشكالية اللي يجب أن ننتبه إليها. على كل حال إخواني الكرام، أنا أقول لكم بالمختصر المفيد، المختصر المفيد، المعلومات المتوفرة لدي شخصيا من مصادري منذ فترة اللي حددتها في وقتها أن رئيس الجمهورية كان ما زال يعالج بأجهزة التنفس. الرئاسة قالت راهو خرج، راهو في مرحلة نقاهة، راح يكملها ويعود بعد أيام. نتمنى ذلك. في تقديري الشخصي قلتها لكم من قبل أنه الجلد على العظم في تلك الفترة يحتاج إلى فترة لإعادة تأهيل عضلاته، وهذا تحتاج إلى فترة حتى يظهروا. هذا الآن لنفرض جدلا أن هذه مدة راه عنده 10 أيام منين بدأ، ما زال تحتاج إلى وقت إعادة التأهيل، لا أدري كم، لأنهم هم يريدون على حسب الرواية، يسلم بالرواية صحيحة، أنهم يحبوا لا ما يروحش حتى يظهروه، وما يروحش حتى يظهروه حتى يعود له التعافي في وضعه الصحي، لأنه الرجل انهد جسديا، انهد في وجهه، في ملامحه، ربما كنت تشوفوه ما تعرفوش. وهذا أنا ما نقولكمش راني شفته، من خلال أشخاص شفتهم، أشخاص أصيبوا بنفس الطريقة وأزمة وضربوا شهر، كنت نعرفهم كانوا فاقوا 96 كيلو، والله شفتهم كيفهم اللي نزلوا 70 كيلو. 20 كيلو يفقدها عادي، والله يعني فيهم ناس لما شفتهم لم أصدق عرفتهم غير من ملامح عينيه. هذا هو الوضع اللي يكون. نتمنى الجزائر خير، أنا اللي نتمنى
الرسالة الأولى قلتها للجزائريين، الرسالة الثانية للسلطات الجزائرية. أولا للجيش، الجيش يكون حريص على نفسه، راه أصبح مفتوح على الفضاء التواصلي للأسف. أمر آخر، هذا اللي يعني آخر ما أقوله للجيش، وعندي الكثير سأقوله ولا بطرق الخاص. الأمر آخر للسلطات الجزائرية وللرئيس عبد المجيد تبون، نتمنى الناس اللي راهم يتابعوا فينا وعندهم علاقة بالمستشارين أو من المستشارين نتاعو اللي على بالي بهم بينهم يتبع فيا، أنهم ينقلوا له هذه الرسالة. يجب أن يعلن ثورة في رئاسة الجمهورية، ثورة في الحكومة، ثورة في الوزارات حقيقية، ليست بالأقوال، بالأفعال. وهذه يجب أن تظهر الجزائر. أول قرار يديره رئيس الجمهورية إذا كان يرجع هو إقالة الطاقم الإعلامي لرئاسة الجمهورية، وهذه ستعيد له ماء الوجه أمام الجزائر. دون ذلك والله لن يثق فيه الجزائريين أبدا أبدا. أما الوضع، أن كثير راسلوني على مداخلتي تاع البارح اللي حكيت فيها حول ما تقوم به المؤسسة العسكرية. يا جماعة لو تابعوا التسجيل، أنا ما جزمت بشيء، قلت لكم بأن هذه النقاشات، السيناريوهات التي بقيت تطرح في الاجتماعات في قيادة الأركان والاجتماعات اللي تحدث، هذه السيناريوهات طرحوا كل السيناريوهات، وهذا طبيعي أنهم يطرحوا السيناريوهات على رئيس غائب لا يعلم، الله أعلم، مستقبله مفتوح على كل الاحتمالات، إذن يطرحوا في كل الاحتمالات. وأنا قلت لكم أنهم يفكروا حتى في مرحلة انتقالية، ربما المرحلة الانتقالية قلتها في الفيديو، إما تكون عن طريق الرئيس نفسه أو تكون ما بعد الرئيس، الأمر يتعلق بوضعه الصحي. ننتظر إلى حد الآن، عندما نرى رئيس الجمهورية ونرى عودته إلى رئاسة الجمهورية وماذا سيقرر، عندها لكل حادث حديث. الحاجة الوحيدة اللي يجب تأكدوا منها أن السياسة في الجزائر وعند هؤلاء الذين يحكمون الجزائر بنفس العقلية، والله قلب مواقفهم بين عشية وضحاها، اليوم يقول لك شيء، غدوة قد تصبح على شيء آخر وتمسي على شيء آخر، وهكذا وهكذا وهكذا، لأن السياسة الجزائرية في تسيير شؤون البلاد لا تبنى على قواعد مع متعارف عليها تخلي المحللين السياسيين يوصلوا إلى نتائج، تبنى على أمزجة، والأمزجة هي أمزجة أشخاص، تجد أكثر المحللين الذين يقتربون جداً في احيانا في تحليلاتهم لتطورات الشان الجزائري يكونوا يعرفوا هؤلاء المسؤولين معرفه شخصيه. لذلك تجد مثلا بعض الناس اللي خدموا في العسكر يعرفوا شنقريحه ويعرفوا القايد صالح قبل الله يرحمه، يعرفوا بعض القاده، احيانا يعطوا معلومات تتماهى جدا وتظهر حقيقتهم لانهم يعرفوا امزجه هؤلاء المسؤولين كيفاش يتعاملوا مع الاحداث. هذه هي الاشكاليه. اخواني في الاخير اشكركم جميعا، سواء اللي سب ولا اللي ذكر بخير، بارك الله في الجميع. من سبنا فوالله هو كما نقول هي صحيفته، يكتب فيها وراح يتحمل مسؤوليته أمام رب العالمين، إذا مسنا في عرضنا ولا مسنا ولا افترى علينا ولا اغتابنا ولا بهتنا بما ليس فينا، ما أمره متروك إلى الله. اللي ذكرنا بخير بارك الله فيكم، وتأكدوا يقينا أنني لا طامع في منصب ولا طامع في عودة للجزائر، كما قد يخيل بعض واحد يكتب لي يقول لي كي ما رجعتش وليت تنتقد. أنا ما لم أفكر في العودة على فكرة، ولا أفكر في شيء آخر، أنا مستقر حياتي وأسرتي وكذا وكذا وكذا، ولا أفكر في منصب ولا أفكر في شيء، أنا حياتي الحمد لله نجحنا كثيرا، ولا نستحق، ولا نريد الأكثر، ولا نريد الأكثر، نكتفي بما نحن عليه الحمد لله رب العالمين. لا أريد جاه ولا أريد مال ولا أريد سلطان، أنا نفسي أتعبتني وتحمل مسؤوليتها خير من تحمل مسؤولية الناس. فقط نحن ننصح، نحن ننصح، اسمعونا عندما ننتقد، صدقوني راهو قلبي على الجزائر أكثر منك أنت اللي تجي لهنا، ولا راك اللي تسب ولا اللي تكتب في مقالات تنتقدنا ولا شيء آخر. والله تأكد يقين أن قلبي على الجزائر، وأنا كي نقول انتقاد ونشوف شيء سيء غد ويولي مليح، صدقني أنني أشيد به. وإذا قلت شيء معلومة جتني وظهرت خاطئة، نقول لكم بأن المعلومة راهي جتني خاطئة. يا جماعة ما يجب أن تتعاملوا مع المحللين السياسيين كأنهم رسل يجوكم بوحي،
يعني راهي ناس تعطيهم معلومات، تجي معلومة من عند هذا، معلومة من عند هذا، معلومة من عند هذا، نحاول نوازنوا بيناتها، نعطوا تحليل، قد يأتي التحليل صحيح قد يأتي غلط. المشكلة ليست في أنه هذا إذا أعطى تحليل غلط راه كذاب، ما هو هكذا المنطق. ما هذا هو التحليل السياسي اسمه، التحليل السياسي نجمع مع معلومات ونوصلها أنا وتحليلات من الصحف ومعلومات أخرى أراها تجي من عند ناس أخرين، وأحاول أصل إلى تحليل سياسي. والتحليل السياسي هي مهنة، راهي مهنة أصلا، قد تصيب وقد تخطئ بناء على المعطيات اللي متوفرة. من المعطيات التي متوفرة نجد مثلا سيدي في المذهب في الأئمة الأربعة، إذا كان الإمام مالك رضي الله عنه يقول لهم إذا صح الحديث فهو مذهب، رغم أنه عنده كتاب الموطأ اللي روى فيها الأحاديث، ولكن يعرف بأنه كاين أحاديث ما وصلتوش، وأصدر فتاوى بناء على الأحاديث اللي عنده. غدوة يظهر حديث آخر صحيح ما وصلوش، معناها أنه ستسقط الفتوى لأنه بناء على ما وصله. نفس الشيء حتى في التحليل السياسي، راهي بناء على معطيات ومعلومات وصلتنا، ان قادر تكون صحيحه قادر تكون غلطه. نحن نحاول، انا شخصيا نحاول اني ادقق في المعلومات وتاكد واسمع من عده مصادر اقدر، وغالبا اني المعلومه اذا قدمتها تكون قاسم مشترك ما بين كل المصادر التي وصلتني. مصر اذا كان هذه المصادر كذبوا عليا كلهم فلا ذنب لي، يعني ما تحبون نسكتوا؟ هل حتى الحوار هذا راهو يثري الساحة، يثري العقول، ويخليني أنا أناقش وأنت تناقش نقاش مضاد بأسلوب حضاري، راه يوسع المدارك. علاش كانوا الناس يديروا في المناظرات وأشياء من هذا القبيل؟ الناس حطوها إذا جيت قلت معلومة أنت كذاب وأنت كذا كذا، غدوة نقول حاجة أخرى تجي في صالحه، لا الحمد لله اكتب. هذا المنطق، المنطق نتاع القهاوي هذا راه ما يمشيش في عالم التحليل السياسي للأسف الشديد. إذ أنه المسدس خلى الجبان يظهر شجاع، وشبكات التواصل الاجتماعي خلت الواحد جاهل يشوف في روحه إعلامي. للأسف الشديد وصلنا إلى هذا الحال. أحسن شيء هو تجاهل هؤلاء وغض الطرف عنهم والبلوكاج متاعهم في الصفحات، والإنسان يواصل رسالته يواصل تحليله. أنا هنا أخاطب أصحاب العقول، يحب يكون عنده وعي وحاب عنده. انا احيانا يقول واحد يا ولدي انت تهدر، يقول لك لا وتعرف خير مني. يا اخويا روح حلل انت. واحد يجي يكتب لي يقول لي يقول لي كذا وكذا كذا لن اصدق. يا اخي غادر صفحتي وش جابك عندي. واحد يجي يكتب لي من انت، انت اصلا جاي تتبع فيا وتقول لي من انت، روح كلف نفسك اكتب اسمي في جوجل والقاه سيدي يحوس اللي يسبني ولا اللي يمدحني، اختار ما تريد على حسب هواك. على كل حال نحن في وضع لا نحسد عليه، أي الجزائر في مرحلة من المفروض نحتاج إلى كل العقول، ولتتبادل الأوجاع وتتبادل الفكرة وتتبادل الأفكار من أجل إنقاذ البلاد والذهاب بها إلى شاطئ الأمان، مش نبقى ونقسو في بعضنا. في عهد بوتفليقة كنا ننتقد في بوتفليقة، ما خليتش حتى مكان ما انتقدش في بوتفليقة. هذا كتاب، شوفوا هذا كتاب كم من حرف فيه، أكثر من 600 صفحة، لا عفوا، فيه أكثر من 476 صفحة. هذا كتاب طوفان الفساد، صدر لي في القاهرة، وتم مصادرته من أمن الدولة بإعاز من الديارات. كشفت فيه ملفات الفساد، فساد ويحيى، فساد الناس اللي تشوفوا فيهم كل في السجون، تحدثت عليهم أنا في 2008 بعد 12 سنة، ها هم بعد 11 سنة ها هم سجن. في ذلك الوقت يسب في يقول لك انت ايادي خارجيه، انت عدو، هذا رئيسنا وهذا ولي امرنا وهذا ما ادري شواش وكذا وكذا وكذا. اليوم هذو من الناس الان اللي يدافعوا على الرئيس تبون، راهم يسبوا في بوتفليقه ويقول لك علاش انت البارح كنت مع بوتفليقه. يا غبي، انا ما كنت مع بوتفليقه، انا موجود في المنفى اصلا في عهد بوتفليقه. اذا ما تخلي بنفس الطريقه. الرئيس ما يحتاج الى مطبلين، يحتاج إلى عقول تفكر، يحتاج إلى ناس واعية. حتى إذا وقفت معه تقف معه عن وعي، وإذا انتقدت تنتقد عن وعي. هذا من اللي راح يساعدوا الرئيس. أما المطبلين والشياطين راهم غدوة يرحل تبون يجي واحد آخر كون ينتقد تبون يسبوا تبون. هذا من الغوغاء موجودين عبر العصور والأزمنة، هذا يستعملوا يتم استعمالهم ومصيرهم النفايات. في مراحل معينة صوتهم لا يصل، نحن الآن في مرحلة التواصل الاجتماعي صار صوتهم يوصل، صاروا يحدثوا بعض الضجيج وبعض الطنين وبعض الغوغائية وبعض الثغاء وبعض الغثاء.
حذوه، لانه بسبب شبكات التواصل الاجتماعي. لو كان ما كان شبكات التواصل الاجتماعي من راح تسمع له هذا؟ راح نطلع في مرحله معينه كنا نطلع في التلفزيونات، كاين غير الايميل. اذا كثر والايميل عند ناس قليل قليل، احيانا نمشي لبرا يطلقني واحد يقول لي التقيت شفتك البارح في الجزيره ولا شفتك في قناه فلانيه، هي لانه ما كان شبكات التواصل الاجتماعي وما كان شيء. يحلم واحد تلقاه يلتقي مع مثقف يشوفه في التلفزيون، الان هو مازال هكذا في التلفزيون، هو يسب له في والديه ويسب له في، يعني للاسف الشديد هذا هو الشارع، وهذا هو موجود، هذه السفهات موجوده في كل زمان، وهذه التفاهات موجوده في كل مكان، ليست حكرا على بلد فلاني وبلد العلاني، ولكن الدول التي تريد ان تتطور وتتقدم يجب ان لا تعتمد على الغثائيه في مواجهه التحديات، بل يجب ان تعتمد على العقول. انا والله عندي واحد يناقشني بوعي وينتقدني ويبين لي اخطائي بحجج دامغه وحجج تاع مثقف، الخير من ألف مرة اللي يجي يكتب لي رسالة شعر وغزل ويا بطل وكذا وفيك وفي وراك مليح وراك ونحبك وغيره وغيره. أنا احترم هذه المشاعر بلا أدنى شك، ولكن عندي هذاك اللي يجي يناقشني أستمع له وأحيانا أستفيد منه، وأحيانا يبين لي أشياء ربما يغير حتى نظرتي إلى بعض الأمور. هذا هم اللي تحتاجهم الجزائر وتحتاجهم كل الدول العربية والدول الإسلامية، أما غير ذلك فلن تلقاه حتى في داره، ما ينجحش في حياته في داره وفي تربية أولاده، تنتظر منه أنه ينجح في صناعة أمة وصناعة مجتمع وبناء وإنتاج أفكار تطورية وأفكار حضارية تبني البلاد وتربي العباد. الجدد العالم يحتاج إلى الأخلاق وليس إلى الأوراق. في الأخير شكرا أحبتي الكرام، هذا على أنكم تابعتونا كل هذا الوقت وطولت عليكم، وبارك الله فيكم جميعا، وتبدلنا شوية الأوجاع وتبدلنا شوية المشاعر وتبدلنا ما يجب أن نتبادله في مثل هذه الظروف. ألقاكم بخير، شكرا للجميع، وإن شاء الله سأراجع هذه التعليقات ولا الناس اللي موجودة عندي إيميل، الناس اللي عندهم أسئلة أنا حاب نخصص برنامج عبارة عن سؤال وجواب، عندي إيميل أراه موجود، أرسلوا لي الأسئلة وأي سؤال يكون في مستوى جيد راح نجاوب عليه، هكذا باش نحدث تجاوب فيما بيننا وتواصل، وإن شاء الله نتمنى لبلادنا الخير ونتمنى الاستقرار وربي سبحانه يرفع علينا هذا الوباء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.